التعليم هو حجر الأساس بالنسبة للأطفال، هو حجر الأساس. فبالنسبة لأطفالنا نحن إذا ما كملنا تعليمهم راح يتعرضوا لكارثة، وكل ما ازدادت الأزمة السورية تزداد الكارثة، جيل ورا جيل راح يتدمروا علميا. ونحن مهم شيء جدا جدا عندنا التعليم، ما بدنا يتعرضوا لأي خطر أمي أو جهل. العلم شيء أساسي. بالنسبة لأن المجتمع اللاجئ عانينا ونعاني من هالموضوع هذا، كل ما ازدادت الأزمة السورية كل ما ازداد الجهل، نسميه الجهل يعني، لأنه بهالأوضاع اللي نحن فيها رح يتعرضوا الأطفال لعدم التعليم، عدم قدرة الأهالي على العمل، على الوضع المادي. نحن يعني في جمعيات بتساعد، وفي منها جمعية سلام بإمكانيات محدودة مشكورين، ولكن نحن بدنا أفضل استمرارية في عطاء الدروس للأطفال لحتى نتجنب الجهل. والجهل طبعا إذا كان في مجتمع في جهل راح يكون مرتع للتطرف، للإرهاب، لكل السلبيات. فنحن يعني نتمنى من المجتمع الأممي يساعدنا ويدعمنا بالدعم الكافي لحتى نعلم هالأطفال جيل ورا جيل عم يتدمر إذا ما علمناهم، وبالتالي سينعكس سلبا على المجتمع الدولي. هذا الجهل والتطرف سيؤدي إلى سلبيات كثيرة في على المجتمع الدولي. نطلب ونتمنى أنه يتوفر لدينا خبرات، مدرسين كفؤ بيعلموا أطفالنا، لأنه سلام فولنتير متطوعين لفترة ويتغيروا. بدنا أشخاص استمرارية على فترات طويلة يعلموا أطفالنا مع أطفالنا ومواكبهم لحظة بلحظة شو النتائج اللي عم تعطي. بدي ايس كريم.